استشهدوا في سبيل الله، فظلوا أحياء يرزقون، وباتت أسماؤهم تردد لتبقى ذكراهم أطول من أعمارهم. هم شهداء هذا الوطن الذين حفرت أسماؤهم على عدد من مدارس الجمهورية. فهنا في الشمال حيث محافظة مطروح تجد اسم الشهيد النقيب كريم فؤاد هنداوي أبو زامل يزين إحدى المدارس الإعدادية بنات تخليدا لعمله البطولي، حيث استشهد في مارس 2015 أثناء التعامل مع إحدى السيارات التي اشتبه في أنها تقل مسلحين بمنطقة العلمين. نفتخر بيه في محافظة مطروح إن إحنا يكون اسمه على اسم على إحدى المدارس، لأن طبعا مهم قوي إن الطلبة في مدارسنا يتعلموا يعني إيه كلمة شهيد، يعني إيه واحد يضحي بنفسه ويضحي بحياته. وهذه مدرسة في محافظة الإسكندرية تزينها لافتة باسم الشهيد الرائد محمود سامي عبد الرحمن فتحي، والتي استشهد متأثرا بطلق ناري أثناء ملاحقة أمنية مع بعض العناصر الإجرامية بالمحافظة. إحنا طبعا بنسمي بأسماء الشهداء مش بمجرد ان انا بحط اسم شهيد على المدرسة كجدران، لا، انما هي انا بحط بذرة لولادنا اللي طالعين، ولادنا طبعا اللي ضحوا بارواحهم وبكل حاجة في حياتهم في سبيل الوطن، انا بحط البذرة دي للجيل اللي طالع الجديد. اما في الدقهلية فنجد مدرسة الشهيد البطل احمد رشاد غنيم بمدينة المنصورة، والذي استشهد أثناء مطاردة عناصر إرهابية في شمال سيناء. بنقول طبعا في الإذاعة المدرسية في البداية خالص عشان الطلاب الجدد، بنعرفهم على الشهيد توفى إزاي، استشهد إزاي، ونبذة مختصرة عنه. وهذه لافتة مدرسة أخرى تحمل اسم الشهيد سامح البطاوي ابن مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لترسيخ قيم وبطولات الشهيد الذي استشهد أثناء القيام بواجبه في سيناء. إطلاق أسماء الشهداء على المدارس ليس فقط هدفه تكريم الشهداء، بل لتظل بطولاتهم راسخة في نفوس الأجيال الحالية والقادمة.